السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. معانا النهارده امتحانات مهمه جدا كمراجعه نهائيه على منهج كونكت 4، منهج الصف الرابع الابتدائي، الترم الثاني 2024. المراجعه هي مراجعه المعاصر، مجموعه من الامتحانات المهمه. هسيب لكم في صندوق الوصف رابط تحميل المراجعه ونبدا مع بعض. الامتحان الاول، السؤال الاول listen and circle، استمع وضع دائره. The correct answer، حاول الاجابه الصحيحه. From A, B, C, O, D. من الأربع اختيارات هنسمع ونختار. عيد is a time of celebration and for being happy. People say عيد مبارك to their friends. People go to the mosque and spend time with their families. They eat delicious cookies. Like كحك to celebrate. They have nuts, sugar and honey in them. السؤال الثاني هو اختياري ولكن على كلمات المنهج، لازم نكون مراجع الكلمات كويس. شرحنا عدة كتب وشرحنا الجرامر، كل ده هتلاقوه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. هتلاقوا على القناة قائمة تشغيل فيها شرح المعاصر، شرح جيم، شرح بيت باي بيت. تشوز اختار ونقط شم النسيم in spring. احنا هتبقى سيلبريت، بنحتفل بشم النسيم في الربيع. My dad Abby gave me a note، اعطاني ايه؟ On my birthday، في عيد ميلادي، تبقى present يعني هدية. I carry my note to school، انا بشيل ايه لمدرستي؟ Backpack، حقيبة الظهر. We use computers، بنستخدم الكمبيوترز to note information، to share، عشان نشارك المعلومات. بنستخدم الكمبيوتر عشان نشارك المعلومات. السؤال التالت، قطع ناقصة كلمات، أحاول أترجم الكلمات. Life in the city، ولو قطع، الحياة في المدينة. Is different from life in the country، مختلفة عن الحياة في الريف. In the city، في المدينة. The smoke from the cars، الدخان من السيارات. هتبقى covers، بيغطي. The stars، النجوم. The noise is incredibly loud، يبقى the noise الضوضاء هي عالية قوي، صوتها عالي جدا. The city is not exciting، يعني المدينة شيقة أو مثيرة. But ولكن it's too scary، ولكنها مخيفة. The not life is quieter، يبقى the country life، حياة الريف. Is quieter، أهدى. And cleaner than city، وأنقى من المدينة. السؤال الرابع، قطع عليه أسئلة. Read the text، اقرأ النص. And answer the questions، وأجب على الأسئلة. هادير met her neighbor رانيا. هادير قابلت جارتها رانيا. At the restaurant، في المطعم. رانيا was sad، رانيا كانت زعلانة. هادير asked، هادير سألتها. What's the matter، الموضوع. My friend، يا صديقتي. رانيا answered، رانيا ردت. It's my children، أطفالي. نانسي and نادر، مالهم؟ They love playing computer games، بيحبوا يلعبوا ألعاب كمبيوتر. They don't do their homework، مش بيعملوا واجبهم. They don't go outside، مش بيخرجوا. I don't know what to do، مش عارفة أعمل إيه. هادير said، هادير قالت. Yes it is a problem، أيوة هي مشكلة. طبعا لما يجيب لي كلمة تحتها خط هيسألني في معناها عكسها، فخلي بالي منها. outside يعني في الخارج. طارق my son، طارق ابني. is the same، نفس الموضوع. he often plays computer games، غالبا بيلعب ألعاب كمبيوتر. that's really unhealthy، ده غير صحي. children should stop playing، ينبغي على الأطفال أن يتوقفوا عن اللعب. after an hour، بعد ساعة، كفاية ساعة. they should do other things، لازم يعملوا أشياء أخرى. they should play with their friends، ينبغي أن يلعبوا مع أصدقائهم. they should go to the park، ينبغي أن يذهبوا إلى الحديقة، ينبغي أن يذهبوا إلى الحديقة. أسئلة القطعة، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. the problem، المشكلة. in the text، اللي في النص. is about، هي عن إيه؟ هتبقى playing computer games، لعب ألعاب الكمبيوتر. the underlined word outside، كلمة outside يعني في الخارج. is the opposite of، عكسها inside، في الداخل. answer، أجب.
Where did the two neighbors meet? أين الجارتين بيتقابلوا؟ At the restaurant، في المطعم. أو اتقابلوا فين؟ في المطعم. What healthy things، الأشياء الصحية، should children do، اللي المفروض الأطفال يعملوها. ممكن أقول إيه؟ they should play with their friends، يلعبوا مع أصدقائهم. play with their friends بدل ما يقعدوا يلعبوا على الكمبيوتر. they should go to the park، ينبغي أن يذهبوا إلى الحديقة. السؤال الخامس صحح. they know how to study English with their father yesterday. يستدي يعني امبارح، يبقى هما درسوا الانجليزي، يبقى استدي المال بتاعها استدت. هما درسوا الانجليزي مع ابوهم امبارح. she fell down، هي وقعت. because she wasn't، عايز صفها تبقى careful، عشان هي ليست حريصة. you shouldn't، بيجي ورا الفعل في المصدر، الفعل في المصدر يأتي بدون اضافات، shouldn't زائد المصدر، يبقى شيل اس. You shouldn't sleep late، لا ينبغي أن تنامي متأخرة. I need drink a lot of water، هنا need يا إما يجي وراها to المصدر يا إما يجي وراها اسم. هنا مصدر فعل في المصدر، يبقى حط to. I need to drink، أنا عايز أشرب. A lot of water، الكثير من الماء. السؤال السادس punctuate، علامات ترقيم. What do you know about the Nile، تعرف إيه عن النيل؟ هنا ال W capital، وده سؤال، يبقى علامة استفهام بدأ بـ WH. تعرف إيه عن النيل؟ What do you know about the Nile؟ السؤال السابع، اكتب باراجراف من 18 كلمة عن your first day of school، أول يوم ليك في المدرسة. هكتب العنوان في نص السطر، my first day of school، أول يوم ليا في المدرسة. العنوان بين علامات تنصيص. هنا جيب لي how did you feel، كيف شعرت. what did you put on، لبست ايه. هبدأ اجاوب، هسيب مسافة في اول السطر. ممكن اقول yesterday مثلا، امبارح. طبعا هو مجمع اهم الباراجرافز في صفحة 4 و5 موجودين في المذكرة، ممكن تحملوها من صندوق الوصف. yesterday امبارح، امبارح كان أول يوم ليا مثلا في المدرسة، يبقى yesterday was my first day of school. I got up، أنا صحيت مثلا at 7. الساعة كام؟ الساعة 7. I put on، لبست. A green t-shirt، التيشيرت الأخضر. Gray pants، والبنطلون الرمادي. And black shoes، والحذاء الأسود. I was very nervous، أنا كنت متوتر جدا. ايه الفكرة؟ The teacher، المدرس أو المدرسة، was kind، كان طيب. باخد الفكرة وأعمل شبه، أعمل ايه؟ شبه. وكده يبقى خلصنا الامتحان الأول. الامتحان التاني، السؤال الأول listen، استمع. and circle، وضع دائرة. the correct answer، حاول الإجابة الصحيحة. to stay safe online you should have a very strong password. You should speak to people you know online. You shouldn't speak to strangers on the internet. You shouldn't be an online bully. يبقى بسمع واحد. السؤال الثاني هو اختياري، ولكن على كلمات المنهج، لازم اكون حافظ كلمات المنهج وقاري قطع المنهج كويس عشان اقدر احل. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. ويكوف، إحنا بنكح.
and feel sick وبنشعر ان احنا مرضى. After هتبقى breathing بعد تنفس. Polluted air الهواء الملوث. Children الأطفال. Love playing بيحبوا يلعبوا ايه؟ Computer games ألعاب كمبيوتر. When the music stops لما الموسيقى تتوقف. In the musically chairs في لعبة الكراسي الموسيقية. In the musically chairs game everyone كل واحد sits بيقعد واللي ملهوش كرسي بيخسر طبعا. Is out. I should create لازم أعمل a strong password رقم سري قوي for my mobile لموبايلي. السؤال التالت قطع ناقصة كلمات. أحاول أترجم معرفتش أقرأ قطع عادي. secret يعني سر. accept يوافق. بلي يلعب. password رقم سري. ميديا وسائل الإعلام. there are some rules في بعض القواعد. we should follow ينبغي أن نتبعها. when we use social media لما نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. when you use social media لما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. you should be careful ينبغي أن تكون حريص. you should not to be friends you should accept ينبغي أن توافق. أن تكونوا أصدقاء only فقط with people you know مع الناس اللي تعرفها. you should ينبغي عليك keep تخلي your password secret الرقم السري بتاعك سر. you shouldn't give your نقط to anyone who asks يبقى your password اوعى تدي الرقم السري بتاعك لأي واحد هو بيطلبه طبعا ما ينفعش. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة. read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة. last week الأسبوع اللي فات I wasn't very happy أنا ما كنتش سعيد with my friend مع صديقي. ليه يا ترى؟ أو من صديقي. my friend tagged me عمل لي إشارة in a photo في صورة and it showed on my social media page وظهرت على صفحة وسائل التواصل بتاعتي. when I logged in لما أنا سجلت الدخول I saw the photo شفت الصورة. I was buying a present أنا كنت بشتري هدية for my mom لأمي for her birthday لعيد ميلادها and it was a surprise ودي كانت مفاجأة. I talked to my other friend كلمت صديقي التاني and he said وقال you should change your setting لازم تغير وسائل الضبط بتاعتك so you can check photos you are tagged in عشان قبل ما حد يعمل لك إشارة أو حد عمل لك إشارة ما تنزلش غير لما أنت تفحصها يا إما توافق يا إما ترفض. And he showed me how now ووراني إزاي. I am very happy أنا سعيد جدا because I can choose عشان بقدر أختار which photos أنه صور أبير يعني يظهر تحتها خط هيقول لي معناها أو عكسها أنه صور تظهر on my page على صفحتي. أسئلة القطع choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. The writer was buying a present. الكاتب كان بيشتري هدية for his mom لأمه. The underline word أبير الكلمة اللي تحتها خط أبير يظهر. Is the opposite of عكسها إيه؟ دي سبيل يختفي. Answer أجب. Summarize the text in one sentence. لخص النص في جملة واحدة. ممكن أقول the writer الكاتب was annoyed كان متضايق because his friend لأن إيه صديقه tagged him in a photo عمل له إشارة في صورة يبقى دي الفكرة بس. What did the writer's friend do؟ طب صديق الكاتب التاني عمل ايه؟ صديق الكاتب التاني هقول he showed him يعني هو وراله. يبقى في صديقين الاول عمل له اشاره وزعل منه او اتضايق التاني بقى he showed him هو مش موضح انه صديق فانا اعتبر التاني he showed him هو وراله how to change ازاي يغير his
سيتنجز، الضبط بتاعه سو هي كان تشيك، فكده ممكن يقدر يفحص فوتوس الصور هيز تاجد ان اللي معمول له اشارة فيها. السؤال الخامس، صحح I love traveling by water، أقول أنا بحب السفر على سطح الماء، يبقى on water. We must buy tickets، طبعا must من الأفعال الناقصة المودال فيربس اللي بيجي وراها الفعل في المصدر. We must buy، يجب أن نشتري tickets التذاكر to watch the movie، عشان نتفرج على الفيلم. My father Abby be very busy yesterday، عايز أقول كان مشغول امبارح. كان مشغول فيرب تو بي في الماضي was aware، طب مع أبي مفرد تبقى was، كان مشغول امبارح. Can I have a nod of cheese، طبعا بوتل هنا بمعنى إزازة، ممكن إزازة مية لكن مش هقول إزازة جبنة، تبقى piece of cheese قطعة جبنة، ممكن أتناول قطعة من الجبنة. السؤال السادس، بنك تويت علامات ترقيم I want a bar of chocolate، هنا الـ I capital في بداية الجملة أو أي مكان في الجملة تيجي فيه الاي لازم تبقى كابيتال، لازم تبقى كابيتال. طب في نهايه الجمله فول ستوب، عرفنا ازاي بدء الضمير. السؤال السابع والاخير، اكتب باراجراف من 18 كلمه على يور بيرثدي بارتي، حفله عيد ميلادك. يور تحول الى ماي، في العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، يبقى ماي بيرثدي بارتي، حفلة عيد ميلادي، ده العنوان. هنا جيب لي بارتي جيمز، ألعاب جماعية، بارتي جيمز. فن يعني متعة، هبدأ أستخدم الكلمات وأحط جمل، هقول ماي بيرثداي بارتي ووز لاست ويك، حفلة عيد ميلادي كانت الأسبوع اللي فات. I invited، أنا عزمت all my friends، كل أصدقائي and they came، وهم جم. We played، لعبنا party games، ألعاب جماعية. We had، تناولنا delicious cookies. We had fun، تمتعنا. يبقى دي الفكرة، اكتب شبهها او اكتب زيها. كده يبقى خلصنا الامتحان التاني، الامتحان التالت بيج 11 صفحة 11. Listen and circle the correct answer from A, B, C or D. السؤال الأول، استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. نسمع ونحل. The Nile is the longest river in the world. The Nile is about 6,670 kilometers long. That's like traveling to the center of the earth. The Nile has two branches in Egypt. The Nile is very important. It brings life to the whole of Egypt. يبقى السؤال الأول بيتكلم عن نهر النيل. نص استماع، بسمع وإيه؟ وبحل. السؤال الثاني، choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة على كلمات المنهج. This food، هذا الطعام، isn't good، مش جيد. It tastes، طعمه إيه؟ أكيد horrible. طبعا ساد حزين، لا delicious لذيذ، لا good جيد، لا. We go to school on foot، نذهب إلى المدرسة سيرا على الأقدام. We always، نقعد to school. We always walk، دايما بنمشي إلى المدرسة. When I travel by not، I go through air، لما سافر بإيه؟ بسافر جوا، يبقى بلين الطيارة، يبقى air تبقى بلين. The mice، الفران، mouse for mice فران، living، بتعيش فين يا ترى؟ holes، طبعا hotels فنادق، لا schools مدارس، لا rivers انهار، طبعا لا.
السؤال التالت. read and complete، اقرأ وأكمل the text النص with the words in the box، بالكلمات tree شجرة، visitors زوار، road طريق، quiet هادئ، cars سيارات. my grandpa lives in a village، جدي يعيش في قرية. grandpa's village قرية جدي. was very هتبقى quiet هادئة جدا. now الآن there are a lot of نقط، يوجد الكثير من ايه؟ visitors الزوار. there were no نقط in the past، ما كانش ايه في الماضي موجود. there were no cars. there are a lot of trucks، في الكثير من العربيات الشاحنات. and the cars والطريق، يوجد الآن الكثير من العربيات الشاحنات والسيارات. on the road على الطريق. السؤال الرابع، قطع عليه أسئلة. read the text، اقرأ النص and answer the questions، وأجب على الأسئلة. our Egyptian food، طعامنا المصري is wonderful، رائع. the most famous food، أشهر طعام، أشهر طعام is فول مدمس، الفول المدمس. هو beans cooked very slowly، هو فول مطبوخ ببطء جدا. served يتم تقديمه with lots of olive oil and garlic، بالكثير من زيت الزيتون والثوم. a lot of Egyptians، الكثير من المصريين have فول مدمس، بيتناولوا الفول المدمس. for breakfast على الفطار. when you want something sweet، لما عايز حاجة حلوة you should try بسبوسة، لازم تجرب البسبوسة. افن سويت سيمولينا كيك، هو دي سميد حلو. with syrup مع شربات. Egypt is famous for او شراب محلي اللي هو العسل، زي العسل سكر بندوبه كده ويعمل مشروب طعمه حلو، بنحطه على ايه؟ على البسبوسة. Egypt is famous for، مصر مشهورة بيه. its delicious food، بطعمها اللذيذ. page 12 صفحة 12. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. فول مدمس is not with olive oil and garlic، يبقى served يتم تقديمه مع زيت زيتون وثوم. the underline word wonderful، كلمة wonderful يعني رائع. means معناها تبقى good جيد. what can you eat when you want something sweet، تاكل ايه او تقدر تاكل ايه لما تكون عايز حاجة حلوة. هقول you can eat بسبوسة. summarize the text in one sentence، لخص النص في جملة واحدة. ممكن أقول يوجد الكثير من الأطعمة الجميلة في مصر. there are a lot of delicious مثلا foods، يوجد الكثير من الأطعمة اللذيذة. in Egypt في مصر، أو أي جملة تلخص النص، هنا بمعنى لخص. السؤال الخامس صح. there are three mouse in the hole، تلات فيران مش تلاتة فار، يبقى مايس جمع ماوس، كفار مايس فيران. we need four، محتاجين أربع ايه of milk، طبعا هنا باكت بمعنى باكو ما تنفعش، ممكن أقول محتاجين أربع كوبايات من اللبن، يبقى four glasses مثلا، باكت لوحدها ما تنفعش. my team win the match last Friday، last Friday الجمعة اللي فاتت، تبقى one فريقي فاز بالمباراة الجمعة اللي فاتت. you should be late for school، لا طبعا. you shouldn't، لا ينبغي أن تكون متأخر على المدرسة. you shouldn't. بنكتويت علامات ترقيم. when does the festival start، متى يبدأ المهرجان، هنا ال W capital. طب وده سؤال،
يبقى question mark. عرفنا ازاي ان هو سؤال بادئ ب WH question، يعني بادئ بأداة استفهام WH. السؤال السابع، اكتب باراجراف عن ذا نايل، نهر النيل. هكتب العنوان في نص السطر، ذا نايل، بين علامات تنصيص. هسيب مسافة في أول سطر. هنا قال لي longest river، يعني أطول نهر. branches، فروع. هسيب مسافة أقول ذا نايل مثلا، نهر النيل، is the longest river، هو أطول نهر in the world، في العالم. it has two branches، يعني ليه فرعين. in Egypt، فين؟ في مصر. ليه فرعين في مصر. ممكن اقول it is very important، انه مهم جدا. it brings، طبعا محتاج 18 كلمة او ازيد، بسيط ما زودش قوي. it brings life، بيجلب الحياة او يحضر الحياة. to the whole of Egypt، لكل مصر. كده يبقى خلصنا الامتحان التالت. الامتحان الرابع، بيج 13، صفحة 13. السؤال الأول، listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، حاول الإجابة الصحيحة. from A B C أو D، من الأربع اختيارات نسمع ونختار. I am عمر. in the past our town had a shopping area but it was very old، but it was very old. dad worked in a shop on Saturdays. today we have a big modern shopping mall but I don't like shopping. but I don't like shopping. I want to play football. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، اختياري على كلمات المنهج. which نقط is your favorite؟ عيد الفطر. يبقى which أكيد celebration، أنه احتفال مفضل ليك. قال لي احتفال عيد الفطر. there are many people، يوجد الكثير من الناس. living near the Nile، بتعيش بالقرب من نهر النيل. we should be not of our beautiful country، we should be proud، لازم نكون فخورين بدولتنا الجميلة. there are many wild animals، يوجد الكثير من الحيوانات البرية. in this forest، في الغابة. مدرسة لا، نهر لا، بحر لا، يبقى forest غابة. السؤال الثالث، قطع ناقصة كلمات. نحاول نترجم الكلمات، لو صعبة ادخل على القطع على طول وحاول تفهمها. yesterday امبارح was too hot، الجو كان حر جدا. I drank، شربت two bottles of water، ازازتين ميه. and one نقط of juice، يبقى one كرتون وعلبة عصير. of juice. my sister، اختي، ate اكلت a نقط of cookies، يبقى باكت، باكو كوكيز. and drank، وشربت a cup of، فنجان ايه؟ هتبقى ملك، لبن. I used، انا استخدمت a bar of نقط، a bar of هتبقى صب، قطعة صابون. to wash my face، عشان اغسل وشي. and hands، وايديا، دي اسمها ادوات التجزئة، شرحناها وخدناها بالتفصيل. لما اقول ازازة مية، اقول مثلا فنجان لبن او كوباية لبن، اقول مثلا علبة عصير، لازم احفظ الحاجات التي او الاشياء التي لا تعد، بحط قبلها ادوات تجزئة زي a bottle of water، ازازة مية. السؤال الرابع، قطع عليها اسئلة. عيد الفطر is a Muslim festival، هو مهرجان اسلامي. the month before عيد is called رمضان، الشهر اللي قبل العيد يسمى رمضان. in رمضان، في شهر رمضان.
many Muslims كثير من المسلمين fast بيصوموا during the day هيسألني هنا في معناها مثلا حاطط تحتيها خط أثناء النهار بيصوموا this means ده معناه they don't eat or drink هم لا بياكلوا ولا يشربوا until sunset لغاية غروب الشمس in the month of Ramadan في شهر رمضان people think about the past year الناس بيفكروا في السنة اللي فاتت عملوا ايه يا ترى they think about the things بيفكروا في الأشياء they did well اللي عملوها بصورة كويسة and the things والأشياء they want to do better اللي عايزين يعملوها أفضل it is also a time هي أيضا وقت وقت to help other people إن احنا نساعد الناس الآخرين عيد happens العيد بيحصل in the first day في أول يوم of the 10th Islamic month في الشهر الإسلامي العاشر called شوال اسمه إيه شوال عيد is a time of celebration العيد وقت الاحتفال and for being happy ونكون إيه سعداء page 14 صفحة 14 choose اختار the main idea of the text is الفكرة الرئيسية للنص إيه is عيد الفطر اتكلمنا عن عيد الفطر the underline word fast fast يعني يصوم means not to معناه ايه not to eat ما تاكلش او حتى or drink او تشرب النوع التاني من الاسئله على القطعه answer اجب summarize the text لخص النص in one sentence في جمله واحده هو هنا اتكلمني في النص عن عيد الفطر وان هو مهرجان اسلامي وان الشهر اللي قبل العيد هو اسمه شهر ايه رمضان يعني اتكلم عن العيد وعن رمضان رمضان comes يأتي before عيد الفطر يبقى أي تلخيص يوضح الفكرة اتكلمنا عن رمضان وعن عيد الفطر فقلنا رمضان بيجي قبل عيد ايه الفطر when is عيد الفطر امتى عيد الفطر طبعا عيد الفطر هو قال لي هو اليوم الاول من الشهر الاسلامي العاشر شهر شوال يبقى it is in the first day في اول يوم of the 10th Islamic month في الشهر الإسلامي العاشر called شوال السؤال الخامس صحح read and write the correct form اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة you shouldn't throw the paper here يبقى throw shouldn't بيروح المصدر بجيب المصدر من الفعل ضمادي اجيب المضارع we travel to أسوان بنسافر لأسوان بالطيارة تبقى باي بلين مش قاد I need to need to بيجوا الفعل في المصدر تبقى وير انا عايز البس ايه جاكيت where did you did الفاعل والمصدر where did you go اين ذهبت last Tuesday الثلاثة اللي فات السؤال السادس punctuate علامات ترقيم people eat كحك to celebrate عيد الفطر هنا البي لازم تبقى كابيتال الناس بياكلوا الكحك عشان يحتفلوا بعيد الفطر في النهايه فول ستوب السؤال الاخير اكتب باراجراف من 18 كلمة على your town in the past and now مدينتك في الماضي والآن يورا حولها الماي هقول ماي تاون مدينتي in the past في الماضي and now والآن هنا جيب لي عناصر إرشادية How was your town in the past? كيف كانت مدينتك في الماضي? It was quiet and had many parks. كانت هادئة وبها الكثير من الحدائق. يبقى my town أسيب مسافة في أول سطر. Was مدينتي كانت quiet هادئة and had many parks وكان في الكثير من الحدائق. in the past في الماضي ممكن نزود جملة كده
اتهاد a shopping area، كان فيه منطقة للتسوق. طب قال لي how is your town now، مدينتك عاملة ايه دلوقتي؟ there is too much traffic and noise، في مرور كتير وضوضاء. يبقى my town now أو my town is different now، مدينتي مختلفة الآن. there is يوجد too much traffic، الكثير من المرور. and noise، عايز تكمل كمل، مش عايز خلاص، عايز تكمل نقول مثلا we have a big modern shopping mall، وهكذا. بيج 15 والامتحان الخامس. السؤال الأول listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، حاول الإجابة الصحيحة. from A B C O D، استمع زي ما تعودنا، نسمع ونحل. last week was my father's birthday، my mom made nice cakes، I drank 3 cartons of juice. My sister had a bar of chocolate. There were 5 buckets of cookies. My brother had a bottle of water and a bucket of cookies. السؤال الثاني، اختياري على كلمات المنهج. I can note my friends in photos online. هنا إن ممكن أعمل إشارة لأصدقائي في صور على الإنترنت، يبقى tag my friends in. A train، القطر. Moves، بيتحرك. On a rail، على سكة حديد. About 90%، حوالي 90% of Egypt، من مصر. Is not. It's very hot and dry، حارة وجافة. يبقى desert، 90% من مصر صحراء. People who write moves، الناس اللي بيكتبوا الأفلام. And stories، والقصص. Are called، بنسموهم ايه؟ authors، مؤلفين. السؤال التالت، قطع ناقصة كلمات. We are doing a history project، بنعمل مشروع عن مادة التاريخ. In school، في المدرسة. About our town، عن مدينتنا. We looked at old، بصينا ايه؟ لأولد فوتس، للصور القديمة. We spoke to our older neighbors، كلمنا جيراننا الأكبر سنا. All the cars، كل السيارات. Where، كانت. Gas cars، تسير بالغاز. They were very noisy، كانت دوشة جدا. Our town، مدينتنا. Had a shopping area، كان فيها منطقة تسوق. Shopping. But it was very old، بس كانت قديمة جدا. Dad worked in a shoe store، اشتغل في متجر لبيع الأحذية، في محل لبيع الأحذية. On Fridays، أيام الجمعة. Today، اليوم. We have a big modern shopping mall، عندنا مول تسوق حديث كبير. And we use electric cars، بنستخدم السيارات ايه؟ الكهربائية. السؤال الرابع، قطع عليه أسئلة. My name is Mona، اسمي منى. I am 11 years old، عندي 11 سنة. I live with my family in a big city، بعيش مع عائلتي في مدينة كبيرة. In Egypt، في مصر. The city is very noisy، المدينة دوشة جدا. And crowded، ومزدحمة. Smoke and noise are everywhere، الدخان والدوشة في كل مكان. But there are lots of pretty lights، بس في الكثير من الأنوار الجميلة. I visited my grandma last weekend، زرت جدتي الأسبوع اللي فات. She lives in a small village، بتعيش في قرية صغيرة. It's very quiet، هادئة. And clean in the village، والجو نظيف في القرية. And there are lots of trees، وفي الكثير من الأشجار. And the grass، والعشب. I think، أعتقد. The village، القرية. Is a place، هي مكان. Where life is good for me، حيث الحياة مناسبة ليا أو جيدة ليا. بيج 16، صفحة
16 وأسئلة القطعة. The main idea of the text is، الفكرة الرئيسية للنص، احنا اتكلمنا ان منى بتعيش مع عائلتها في مدينة ومساوئ المدينة، كده اتكلمنا على القرية، يبقى the village is much quieter than the city، القرية أهدى من المدينة. منى lives with her، بتعيش مع مين منى؟ مع family، عائلتها. Summarize the text in one sentence، لخص النص في جملة واحدة. أقول the village is better than، مثلا أفضل من the city. Do you think، هل تعتقد مونا loves the village more or the city more؟ بتحب القرية أكتر ولا المدينة؟ why، لماذا؟ هقول I think، أعتقد مونا loves the village، بتحب القرية more، أكثر، because the life is good for her، الحياة مفيدة ليها in the village، مثلا في القرية. السؤال الخامس صحح. Were you in the class؟ هل أنت كنت في الفصل؟ Were you؟ الإجابة yes I was. يبقى were تحول إلى I، you تحول إلى I، where تحول إلى was. yes I was. Do you want a slice of cake؟ ما يقولش add cake، أقول of. I have a pain headache، أنا عايز أقول عندي صداع مؤلم، يبقى هنا عايز صفة، تبقى painful، أحط لها المقطع full عشان أحولها لصفة، صداع مؤلم. My head hurts، دماغي بتوجعني. He don't find his ball yesterday، yesterday دي امبارح، يبقى أحط he didn't ماضي. السؤال السادس علامات ترقيم. Do you like going to the beach؟ هنا دي لازم تبقى كابيتال عشان بداية الجملة، ودي بمعنى هل تحب الذهاب إلى الشاطئ؟ يبقى question mark، سؤال بمعنى هل، إجابته نعم أو لا، يبقى علامة استفهام. السؤال السابع اكتب باراجراف من 18 كلمة عن عيد الفطر، هنكتب العنوان في نص السطر، عيد الفطر بين علامات تنصيص. هنا جايب لي مجموعة من الجمل بتسهل لي. When is عيد الفطر؟ امتى عيد الفطر؟ It happens in the first day of شوال، في أول يوم شوال. How do we celebrate عيد الفطر؟ إزاي بنحتفله؟ وإيد كحك. هنسيب مسافة، ممكن نقول منها مثلا عيد الفطر happens، بيحصل in the first day، في أول يوم of شوال، we eat كحك، we go، بنذهب to the mosques، إلى المساجد، we say، بنقول عيد مبارك. يبقى دي فكرة الباراجراف. الامتحان السادس بيج 17، صفحة 17. السؤال الأول listening، استمع زي ما تعودنا، نسمع ونحل. I was very nervous at my first day of school، I lived in Luxor، I didn't want to go to school، I put on a blue t-shirt، I carried my backpack، mom and I walked to school. السؤال الثاني اختياري على كلمات المنهج، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة from A B C or D، من الأربع اختيارات. People eat delicious food، الناس بيأكلوا طعام لذيذ، and نقط، عيد الفطر،
and celebrate وبيحتفلوا في عيد الفطر. We should be not of our beautiful country. We should be proud. ينبغي أن نكون فخورين بدولتنا الجميلة. The نقط travels through the air. من اللي بيسافر جوانا. جوانا هتبقى بلين. الطائرة. It's unhealthy. غير صحي. To play نقط. إن أنت تلعب إيه؟ You should go outside more. لازم تخرج أكتر. يبقى تلعب كمبيوتر جيمز ده غير صحي. فتلعب ألعاب فيها حركة أفضل. السؤال التالت. قطع عليها إيه؟ أو ناقصة كلمات. Egypt is a great country. مصر دولة رائعة. It is famous for its history. مشهورة بتاريخها. More than أكثر من half of Egyptians. نص المصريين are not the age of 30 تبقى under. نصهم تحت عمر الثلاثين. Egyptians المصريين are not of energy. يبقى are full. مليانين بالطاقة. They are helpful. هم مساعدين. To each other. لكلاهما البعض. They are very friendly. هم ودودين. To visitors. للزوار. And the guests. والضيوف. They are very hospitable people. Egyptian people are wonderful. هم رائعين. السؤال الرابع. قطع على أسئلة. Yesterday امبارح. We had a picnic. كان عندنا نزهة. In the park في الحديقة. We went to celebrate our friend Nader's birthday. رحنا نحتفل بعيد ميلاد صديقنا نادر. We played hide and seek. لعبنا جيم. لعبة hide and seek الاستغماية. Nader was the seeker. نادر كان الباحث. And we were the players. وإحنا كنا اللاعبون. He closed his eyes. قفل عينيه. And counted to 10. وعد لغاية الرقم 10. We hid and استخبينا. And نادر tried to find us. حاول يدور علينا. نادر فاوند منى. مسك منى. And she became the next seeker. وبقت الباحث اللي عليه الدور. علي was the winner. علي الفائز. ليه يا ترى الفائز؟ هيسألني في معناها أو عكسها. Because he was the last one left. لأنه آخر واحد. ما تمسكش. We enjoyed the picnic so much. تمتعنا بالنزهة كثيرا جدا. بيج 18 صفحة 18 وأسئلة القطعة. We had a picnic. كان عندنا a picnic yesterday امبارح. The underline word winner. winner بمعنى الفائز. Is the opposite of عكس winner هتبقى loser. الفائز عكسها الخاسر. What did they celebrate at the park؟ احتفلوا بإيه في الحديقة؟ هقول they celebrated احتفلوا their friend Nader's birthday بعيد ميلاد صديقهم نادر. Summarize the text in one sentence. لخص النص في جملة واحدة. هقول they had a picnic. هما كان عندهم نزهة. In the park في الحديقة. To celebrate عشان يحتفلوا. His friend's birthday بعيد ميلاد ايه؟ صدقهم. السؤال الخامس صح. butterflies are الفراشات بتكون عايز صفة يبقى colorful ملونة بحط لها المقطع او السافكس ده عشان احولها لصفة. I useful scissors to cut paper طبعا لا I use انا بستخدم عايز فعل هنا انا فاعل كضمير فاعل وانا يوز فاعل. We ate lunch at the club yesterday. yesterday يعني امبارح يبقى we ate اكلنا الغدا امبارح. Do you want هل تريد a slice of cake of cake مش ات. السؤال السادس بنك تويت علامات ترقيم. In which game do you need to run هنا ال I capital ودي جملة عادية ولا سؤال؟ سؤال طبعا في اي لعبة يبقى علامة استفهام question mark. السؤال السابع اكتب باراجراف من 18 كلمة على تشاينيز نيو يير فيستيفال. فيستيفال مهرجان رأس السنة الصينية. يبقى اكتب منها تشاينيز
نيو يير فيستيفال، مهرجان رأس السنة الصينية. انفلوبس يعني مظاريف، فريندس أصدقاء. ممكن أقول إيه؟ تشاينيز أسير مساف أول سطر. نيو يير is an interesting festival، هو مهرجان شيق. they give، هم بيدوا. red envelopes، مظروفات لونها احمر. to their friends، لأصدقائهم. and wish them، وبيتمنوا لهم. good luck، حظ سعيد. it is، إنه يكون. a very popular festival، مهرجان شعبي محبوب. الامتحان السابع، بيج 19، صفحة 19. السؤال الأول، listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، حاول الإجابة الصحيحة. from A B C or D، من الأربع اختيارات. نسمع ونختار. in غربية، farmers wanted to have cleaner air. they stopped burning rice straw. they used the straw to make food for their animals. they also used it to cover their crops. السؤال الأول استماع، بسمع وإيه واختار. السؤال الثاني اختياري على كلمات المنهج. choose the correct answer، اختار. there are a lot of high نقط in our city، يوجد الكثير من إيه المرتفع في مدينتنا. buildings، المباني. علي is very نقط، he helped me. علي ايه؟ هو ساعدني. helpful، هو مساعد ليا. the Nile، نهر النيل. is the نقط river، is the longest river، هو اطول نهر. كحك are delicious، هتبقى ايه؟ كوكس، هو كوكس لذيذ. السؤال التالت، قطع ناقصه كلمات. my name is هاني، اسمي هاني. I go to school، أنا بذهب إلى المدرسة. on foot، يعني سيرا على الأقدام، بمشي يعني. I love walking، أنا بحب المشي. my school is near my house، مدرستي جنب بيتي. my sister goes to نقط by bus، يبقى work، تذهب إلى العمل بالأتوبيس. my brother، أخي. نقط his bike to work، أخي بيركب دراجته للعمل. يبقى رايتس بمعنى يركب دراجة. my mom، أمي. takes a taxi، بتركب تاكسي. my dad، أبي. drives to work، بيوصلني بالعربية للعمل. every day، كل يوم. we نقط to أسوان by plane، يبقى we travel، إحنا بنسافر لأسوان بالطيارة. travel يعني يسافر. السؤال الرابع، قطع عليها أسئلة. read the text، اقرأ النص and answer the questions. last summer، الصيف اللي فات. I visited، أنا زرت. my grandparents، جدي وجدتي. who lived in a small village، اللي هم عاشوا في قرية صغيرة. it was a very quiet place، هي هو مكان هادئ جدا. هيسألني في كلمة هادئ، طول ما هو تحت خط معمول بخط سميك هيسألني فيه في معناه أو عكسه. the air wasn't polluted، الهواء في قرية جدي وجدتي ما كانش ملوث. there were a lot of plants، كان في الكثير من النباتات. and green areas، والمناطق الخضراء. unlike my city، على عكس ذلك مدينتي. the life is busy in it، الحياة مزدحمة فيها، تحس ان الدنيا صعبة. in my city، في مدينتي. the smoke covers the sky، الدخان بيغطي السماء. there are a lot of cars، يوجد الكثير من السيارات. and trucks، والشاحنات. they're very noisy، الدنيا دوشة جدا.
I loved the country more. أنا حبيت الريف أكتر. The life is good for me. الحياة أفضل ليا in the country في الريف. Page 20 صفحة 20. وأسئلة القطعة. The underline word quiet. الكلمة اللي تحتها خط quiet يعني هادئ. Means معناها إيه؟ هادئ يعني مش بيعمل دوشة. يبقى not noisy. Not noisy. The نقط covers the sky in the city. مين اللي بيغطي السماء في المدينة؟ سموك الدخان. أنسر أجب. Summarize the text. لخص النص في جملة واحدة. هقول the life يعني الحياة in the country في الريف is better than هي أفضل من better than the life in the city. What makes noise in the city? اللي بيعمل دوشة في المدينة. هقول the cars and the trucks. السيارات والعربيات الشاحنات. السؤال الخامس صحح. Cars and buses. السيارات والأتوبيسات. Move بيتحركوا. هقول في الطريق ولا على. يبقى on the route. They must. Must بيجوا الفعل في المصدر. أشيل الاس. They must wear. لازم يلبسوا. A helmet خوذة on the bike. I have some nut flowers. I have some beautiful flowers. أنا عندي بعض الورد الجميل. Beautiful flowers. He don't find his ball yesterday. Yesterday دي ماضي. يبقى أخليها didn't. الماضي المنفي didn't مش don't. Didn't find هو لم يجد كرته امبارح. السؤال السادس بنك تويت علامات ترقيم. Some people can bully you. بعض الناس ممكن تتنمر عليك. هنا الاس كابيتال ودي جملة يبقى فول ستوب. ازاي جملة بدأ بسام بيبول بعض الناس. السؤال السابع اكتب باراجراف عن ذا مانث اوف رمضان شهر رمضان. هكتب العنوان في نص السطر. ذا مانث اوف رمضان العنوان بالعلامات التنصيص. هسيب مسافة وابدأ. سانست غروب الشمس فاست يصوم. ممكن اقول ايه مثلا ان رمضان في شهر رمضان many Muslims الكثير من المسلمين fast بيصوموا during the day أثناء النهار they don't eat لا بيأكلوا or drink أو يشربوا until لغاية sun set وقت الغروب أو غروب الشمس. It's time إنه وقت to help لكي نساعد other people الآخرين. Page 22 صفحة 22 والامتحان الثامن. السؤال الأول listening زي ما تعودنا نسمع ونحل. Last year I visited my grandpa's village. It was a quiet and beautiful place. There were lots of trees, but there weren't any trains. Grandpa's parents moved to this village when he was three. He played football near his home. السؤال الثاني تشوز اختار على كلمات المنهج. I have a nut for breakfast. بفطر ايه او بتناول ايه على الفطار؟ فول مدمس. مازن sent me. مازن ارسل لي نقط to his birthday party. بعت لي هتبقى invitation دعوة لحفلة عيد ميلاده. Cars make air pollution. السيارات بتسبب تلوث الهواء. زي بوت نقط انتو زير بيحطوا ايه في الهواء؟ كيميكالز. دي طبعا ضاره بينا وبالبيئه.
When I travel by not لما أسافر بإيه؟ I go through the air بسافر جوا، يبقى بلين طائرة، يبقى جوا بالطائرة. السؤال التالت أكمل. Farmers grow crops يزرع الفلاحون المحاصيل. Near the river بالقرب من النهر. The Nile نهر النيل إزاي؟ هتبقى longest river هو أطول نهر. In the world في العالم it's 6670 kilometers long طوله 6670 كيلومتر. That's like traveling هذا مثل السفر to the center of the earth لمركز الأرض. It's very important for people's lives هو very important مهم جدا لحيوات الناس. طبعا النيل والمية والزراعة حاجات مهمة. We must keep يجب أن نحافظ the river Nile على نهر النيل clean clean نظيف. السؤال الرابع قطع الأسئلة. رمضان is a very important month for Muslims هو شهر مهم جدا للمسلمين. In رمضان في شهر رمضان many Muslims كثير من المسلمين fast هنا بيصوموا during the day أثناء النهار. This means ده معناه they don't eat or drink لا بيأكلوا ولا بيشربوا until sunset لغاية وقت الغروب. In the month of رمضان في شهر رمضان people think about the past year الناس بيفكروا في السنة اللي فاتت. They think about what they did well بيفكروا في الحاجات اللي عملوها كويس and the things والأشياء they want to do better اللي عايزين يعملوها أفضل. It's also هي أيضا a time to help other people وقت مساعدة الآخرين. عيد الفطر in the first day of 10th Islamic month في اليوم الأول للشهر الإسلامي العاشر called شوال اسمه شوال. The month starts يبدأ الشهر when people see the new moon لما الناس يروا القمر الجديد. Page 22 صفحة 22 choose اختار. The underline word fast fast يعني يصوم means معناها ايه؟ ما تاكلش ولا تشرب لغاية وقت غروب الشمس يبقى not to eat or drink until the sunset لا تأكل ولا تشرب لغاية وقت غروب الشمس sunset. During رمضان أثناء رمضان people want to do better عايزين يعملوا حاجة أفضل. What month comes after رمضان الشهر اللي بيجي بعد رمضان هقول له شوال. Summarize the text in one sentence لخص النص في جملة واحدة هقول عيد الفطر مثلا عيد الفطر comes after يأتي بعد رمضان يبقى أي تلخيص يفهمنا بس القطعة بتتكلم عن رمضان وعيد الفطر. السؤال الخامس صحح. What do you do yesterday مع yesterday هتبقى what did عملت ايه امبارح. Can I have a bottle of cheese ازازة جبنة او a piece of cheese قطعة جبنة. She has a color dress انا عايز صفة فستان ايه colorful ملون. You should ينبغي عليك بيجوها المصدر تبقى study. You should study hard ينبغي أن تذاكر بجدية for the exam للامتحان. السؤال السادس بنكتويت علامات ترقيم. We can play together and have fun ممكن نلعب مع بعض ونتمتع هنا ال W capital. طب ودي جملة بدأ بضمير وي يبقى فول ستوب. السؤال السابع والأخير How to stay safe online كيف تبقى بأمان على الإنترنت هكتب العنوان في نص السطر. Password رقم سري personal information يعني معلومات شخصية. هسيب مسافة وهبدأ من أول السطر مثلا we should be careful ينبغي أن نكون حريصين when أو when we go online
لما ندخل على النت. مثلا we should keep, we should keep our password secret. لازم نخلي الباسورد سر. we shouldn't tell, لا ينبغي أن نخبر anyone, أي واحد, our personal information, معلوماتنا الشخصية. page 23, صفحة 23, الامتحان التاسع. listen and circle the correct answer, استمع وضع دائرة حول الكلمة الصحيحة أو الإجابة الصحيحة. يبقى استمع, أسمع وحل. hide and seek is a very old and popular game. many players can join in this exciting game. all you need is a white place to play hide and seek. one player called the seeker closes his or her eyes and counts to 10. the other players hide, the seeker tries to find them. السؤال الثاني, choose, اختار. choose the correct answer, اختار الإجابة الصحيحة. دي على كلمات المنهج. فريال عبد العزيز is a famous Egyptian karate player, لعبة كاراتي مشهورة طبعا. سيوا, not is my favorite place, سيوا oasis, واحد سيوا مكاني المفضل. look at the نقط, you can swim here, بص على sign اللافتة, ممنوع تعوم هنا. la tomatina is a popular festival, هو مهرجان مشهور in Spain, في دولة اسبانيا. السؤال التالت, قطع ناقص كلمات. grandpa says that, يقول جدي, his mom, ان امه, and dad, وابي, drove gas cars, كانوا بيسوقوا سيارات تسير بالغاز. these cars were very, العربيات دي كانت very ايه, هتبقى noisy, كانت بتعمل دوشة جدا جدا. our town, مدينتنا, had a نقط area, a shopping area, كان فيها منطقة تسوق. but it was very old, بس كانت قديمة جدا. my dad أبي worked in a نقط store, in a shoe store, اشتغل في متجر لبيع الأحذية. on Saturdays, أيام السبت, our town, مدينتنا, is different now, مختلفة الآن. we have a car, عندنا عربية. that uses, بتستخدم إيه, تبقى electricity, الكهرباء, and gas, الاتنين يعني. it's much easier أو it's much cleaner and quieter, هي أنظف وأهدى. السؤال الرابع, read the text, اقرأ النص, and answer the questions, وأجب على الأسئلة. there are many festivals, يوجد الكثير من المهرجانات, around the world, حول العالم. one of the festivals, واحد من المهرجانات دي, is the kite festival, هو مهرجان الطائرة الورقية. hundreds of people, مئات الناس, fly different shapes of kites, بيطيروا أنواع مختلفة من الطائرات, fish على شكل السمك, and the monsters, والوحوش. in Chinese, rolling festival, في مهرجان دحرقة الجبنة, يبقى ده مهرجان تاني. they push the round cheese down the hill, بيحدفوا الجبنة المدورة مثلا من أعلى التل لأسفل. and hundreds of people, ومئات الناس, ran after it, بيجروا وراها. the person, الشخص, who wins the race, اللي بيفوز بالسباق, wins the cheese, بيفوز بالجبنة. إلا توماتينا فيستيفال, في مهرجان الطماطم, بيبل ثرو توميتوس, بيلقي الناس الطماطم at each other, على البعض, كل واحد بيرمي على التاني. they wear some old clothes, بيلبسوا ملابس قديمة. when we look around, لما بنبص حوالينا, everything, كل شيء, is red, بيبقى لونه أحمر. page 24, صفحة 24.
شوز اختار this text النص اللي احنا قريناه is about نقط around the world يبقى festivals هي عن المهرجانات حول العالم. In La Tomatina festival في مهرجان الطماطم people wear some هتبقى old clothes يلبسوا ملابس قديمة عشان طبعا الجديد هيتبهدل. Summarize the text in one sentence لخص النص في جملة واحدة هقول there are many festivals في الكثير من المهرجانات around the world حول العالم. In which festival في أي مهرجان people throw tomatoes الناس بيرموا الطماطم in at each other هتبقى in la tomatina دي كلمة واحدة festival لا طماطينا ايه فيستيفال في مهرجان الطماطم. سؤال خامس صح يو شودنت بي هو المصدر يو شودنت هتبقى بلاي ما تلعبش في المكتبه. اي ووز ليت انا كنت متاخر سو اي هنا ماضي سو اي ران يبقى ما دام ماضي ولذلك جريت دي ران يجري ران جرى. هي ويل باي ا نوت اوف جوس طبعا عايز اقول علبه عصير واحده تبقى كرتون اشيل الاس علبه واحده. سلمى does research about animals last week الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات ده مضارع ولا ماضي ماضي تبقى did الماضي did. السؤال السادس بنك تويت chameleons have amazing eyes هنا السي كابيتال ودي جمله يبقى فول ستوب. السؤال السابع والاخير اكتب باراجراف من 18 كلمه عن chameleons هكتب العنوان في نص السطر الحرابي وده جمع مفرده حرباية هسيب مسافة ممكن اقول ايه اكاميليون is a type of lizards هي نوع من السحالي. color و eyes ممكن اقول ابدأ تاني سطر من الاول كاميليونز change color بتغير اللون they are the same color as the bliss they are نفس لون المكان اللي هم فيه. طب eyes ممكن اقول they have amazing eyes وهكذا. دي الفكرة. الامتحان العاشر والاخير من امتحانات المراجعة بيج 25 صفحة 25 listen and circle استمع وضع دائرة. السؤال الاول استمع نسمع ونحل. I live in Cairo with my parents. I take the bus. I take the bus to school because it's very far. I go to the market with my mother on foot because it's near our house. Because it's near our house. When we want to visit my grandma in Alexandria, we travel by train. السؤال الثاني اختياري على كلمات المنهج. I don't want anyone to know about مش عايز حد يعرف عن ده about it it's a هتبقى secret sir. Many نقط come to visit Egypt كثير من ايه بيجوا يزوروا مصر every year كل سنة تبقى many visitors كثير من الزوار. I got a lot of birthday حصلت على الكثير من presents هدايا عيد الميلاد. I played not with my cousins all afternoon. يبقى لعبت ايه يا ترى؟ جيمز العب. السؤال التالت قطع ناقصة كلمات. To play pass the parcel game عشان تلعب لعبة مرر الطرد او مرر الهدية. راب غلف a small present هدية صغيرة. And cover it وغطيها
in lots and lots of paper بالكثير والكثير من الورقة. The players اللاعبين sit in a circle بيقعدوا في دايرة and play some music وبيعزفوا بعض الموسيقى أو بيشغلوا بعض الموسيقى. Players not the present to يبقى give يعطي اللاعبون الهدية to the next person للشخص التالي as the music plays والموسيقى شغالة. When the music stops لما الموسيقى تتوقف the نقط holding يبقى the player اللاعب اللي ماسك الهدية بيشيل من عليها ايه الورق. السؤال الرابع قطع عليها أسئلة. Last week الأسبوع اللي فات we went to Alexandria ذهبنا إلى الإسكندرية to see grandma and grandpa عشان نشوف الجدة والجد who live by the sea اللي بيعيشوا بجوه البحر. We swam in the sea عمنا في البحر which was deep and blue اللي هو كان عميق وأزرق. We saw lots of fish رأينا الكثير من السمك. Grandpa الجد caught a fish اصطاد سمكة which grandma اللي الجدة made into a lovely dish حولته لطبق جميل. We ate the meal أكلنا الوجبة and had a healthy dessert وتناولنا حلوى صحية bananas موز apples تفاح and frozen yogurt وزبادي مثلج. We saw some old foods رأينا بعض الصور القديمة and sang a song غنينا أغنية. But time was short بس الوقت كان قصير. The day wasn't long اليوم ما كانش طويل. We felt happy شعرنا ان احنا سعداء. It was a day to remember كان يوم للذكرى. We will go again soon هنذهب تاني مرة تانية. Early September في سبتمبر بدايات ايه سبتمبر. Page 26 صفحة 26 أسئلة القطع. This text هذا النص is about اتكلمنا عن ايه عن a trip to the sea رحلة للبحر. The underline word lovely lovely يعني ايه يعني هنا بمعنى delicious يعني لذيذ. What did they have for the dessert كانوا ايه على الحلوة هقول bananas كانوا موز bananas يعني موز بس كده لا طبعا apples تفاح and frozen yogurt summarize لخص النص بجملة واحدة. They did a lot of things قاموا بالكثير من الأشياء مثلا إيه لما during أثناء their visit زيارتهم to their grandparents in Alexandria أو in the sea كده يعني الفكرة. السؤال اللي بعده صحح. Last month يعني last month الشهر اللي فات I gave my dad a nice present ده ماضي تبقى give أحولها لماضي give تبقى give. I have a bottle of water لا bottle إزازة واحدة أنا شربت إزازة مية. She mustn't go to hospital. She sick. هي مريضة. يبقى must. يجب تروح للمستشفى. They are at the cinema last Friday. دي ماضي. تبقى they were. كانوا في السينما الجمعة اللي فاتت. بنكتويت علامات ترقيم. Which game only needs people. هنا ال W capital. ودي علامة استفهام. السؤال الأخير. The beach الشاطئ. العنوان في نص السطر. هسيب مسافة. When did you go to the beach؟ هقول I went أنا ذهبت to the beach إلى الشاطئ with my family مع عيلتي. I went there رحت امبارح أو I رحت هناك last week الأسبوع اللي فات. يبقى امتى الاسبوع اللي فات؟ We went there انا وعيلتي روحنا الى هناك باي باص. What did you do there عملته هناك؟ We swam عمنا in the sea
في البحر. We played football. لعبنا كرة قدم. وهاد أكلنا fish and rice. سمك ورز. وهكذا. دي الفكرة. كده يبقى خلصنا الامتحانات بالكامل 10 امتحانات. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.